قصة السلحفاة الحكيمة. فكأن كان هناك أربع أصدقاء يعيشون على ربوة جميلة وسط غابة الصنوبر، هم الدب والأرنب والبطة والأندس. اتفقوا جميعا أن يقوموا ببناء كوخ لهم من الطين والقش والخشب، وقبل أن يبدأوا في البناء أجروا قرعة حتى يتمكنوا من تقسيم العمل بينهم. فكان نصيب الأرنب أن يقوم بصناعة الثوب من طين البركة، والبطة تقوم بقطع ما يكفي من الأخشاب، بينما يحفر القندس أساس المنزل، والدب يقوم بوضع القش على السقف. كان العمل صعبا ويسير ببطء شديد، حتى كاد الأصدقاء يستسلمون لليأس ويتوقفون عن بناء البيت، وذلك لأنهم لم يتمكنوا من إنهائه بعد أيام متواصلة من الجهد المستمر. وفي النهاية لم ينجحوا إلا في بناء ركن صغير فقط من الكوخ. مرت بالأصدقاء الأربعة سلحفاة عجوز فرأتهم على هذه الحال، وقد تملك منهم اليأس والإحباط، فسألتهم عن السبب فأخبروها بقصتهم وعدم قدرتهم على بناء الكوخ. ابتسمت السلحفاة العجوز بهدوء عندما سمعت القصة وقالت لهم: لا بأس، فهذا الأمر ليس غريبا، تعالوا معي حتى نتشارك بعض الطعام ونفكر في حل هذه المشكلة. تجمع الأصدقاء الأربعة حول السلحفاة التي أخرجت الطعام وبدأت تقسيمه بينهم. قدمت للأرنب مجموعة من حبوب القمح، وقدمت للدب جزرة طرية، بينما حصل القندس على قطعة من اللحم، وأخذت البطة غصين شجرة. نظروا جميعا في تعجب إلى السلحفاة وقالوا لها: أيتها السلحفاة الطيبة، لا يمكننا أن نأكل هذا الطعام، فقد أخطأت في تقسيم الطعام علينا. قالت السلحفاة الذكية في دهشة مصطنعة: آه حقا، كيف ذلك؟ فرد القندس عليها: بسيطة، الأرنب يجب أن يأخذ هو الجزرة، بينما تأخذ البطة القمح، والدب يحصل على اللحم، والغصين الشهي لي أنا. فقالت السلحفاة: جميل أنك انتبهت على ذلك، ولكن ألا ترون أن عملكم في البناء أيضا بحاجة إلى إعادة تقسيم؟ سألها الدب: كيف؟ أكملت السلحفاة الحكيمة كلامه قائلة: الدب بقوته يمكنه أن يصنع الطوب من طين البركة بمهارة وسرعة، بينما يمكن للقندس أن يقطع بأسنانه الحادة ما يكفي من الخشب بسهولة، والأرنب بأظافره سوف يحفر أساس البيت بسرعة، بينما تقوم البطة بخفتها بوضع القش على السقف بعناية. هكذا فقط يمكنكم أن تقوموا ببناء كوخ جميل بسرعة وسهولة. العبرة من القصة: الفكرة ليست دائما في العمل الشاق والمتواصل والإجهاد فقط، إنما يجب أن تعرف جيدا قدراتك ومهاراتك حتى تستغلها للحصول على أفضل النتائج.